نهاركم سعيد مشاهدينا لليوم الخميس 19 حزيران 2014. طارت الجلسة السابعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية أمس، فهل تطير اليوم أيضا جلسة سلسلة الرتب والرواتب رغم كل اللقاءات والاتصالات والمحاولات وبث الأجواء الإيجابية أمس؟ فلا يبدو أن الأمور ستصل إلى خواتيمها اليوم مع استمرار الخلاف حول الدرجات الست للمعلمين والأساتذة واقتراح الرئيس السنيورة أو إصراره بحسب ما أورد البعض برفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 11%. حتى جلسة مجلس الوزراء لا يبدو أنها لها نصيب في الانعقاد هذا الأسبوع بسبب أيضا بعد الاختلاف على آلية إقرار المراسيم وغيرها. إذن كل الأمور عالقة ومعقدة داخليا رغم المخاوف التي يعني يجمع عليها المسؤولون اللبنانيون أو على المخاطر التي قد تنعكس لأزمة العراق على الاستقرار اللبناني، بحيث أيضا يبدو أن هذه الأزمة إلى مزيد من التعقيد. في أي حال سنبحث كل هذه المواضيع الداخلية خصوصا منها يعني ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب وجلسة اليوم وأيضا الإقليمية مع ضيفنا اليوم في برنامجنا نهاركم سعيد رئيس مجلس إدارة سيدروس إنفست بانك، وهو نائب سابق لحاكم مصرف لبنان وخبير مالي واقتصادي دكتور غسان العياش. نهارك سعيد، أهلا وسهلا فيك. شكرا. دكتور غسان، نحن مثل العادة بنروح نعمل جولة سريعة على الطرقات قبل ما نبلش بحلقتنا لليوم، ومنبلش من أوتوستراد جوني وعنا ضغط السير وعجقة السير باتجاه بيروت، يعني على المسلك الغربي خليني أقول عند جسر فؤاد شهاب، والدورة كمان كتير عجقة سير باتجاه الكارنتينا على جسر الدورة، أما على جسر شارل الحلو طريق المرفأ فحركة سير عادية، ثم ساحة 60 حركة سير عادية حمراء مغبشة الكاميرا، في شوية عجقة مبين بالحمراء ما بعرف شو سببها. مزرعة لا، الحركة طبيعية بالمزرعة. طريق المطار مسكرة باتجاه وسط المدينة مع انه طقس شوب وجامد والكاميرات عم تهز ما بعرف ليه. احنا طلعنا صيدا حركه سير عاديه. اذا هي كانت حركه سير لصباح اليوم. هلا اكيد والحركه بمجلس النواب رح نتابعها بعد شوي. مثل ما قلنا يعني الموضوع معقد داخليا وحتى خارجيا. اليوم حضرتك يعني تطرقت بمقالتك بالسفير دكتور غسان العياش الى هذا الوضع الاقليمي، خصوصا يعني ما يتعلق بأزمة العراق والحديث عن مخاوف من التقسيم وإعادة رسم خريطة المنطقة وسقوط اتفاقية سايكس بيكو. معلي بدي بلش من هذا الوضع الإقليمي قبل ما ننتقل للوضع الداخلي، لأنه كل شيء سيرتبط يمكن بما سيرتسم نتيجة ما يحصل في هذه المنطقة. وبما قلتك اليوم يعني تحت عنوان لا حاجة لإسقاط سايكس بيكو، يعني ما تخوفت عن إعادة رسم لخريطة المنطقة، هناك مخاوف أكثر تتكلم عنها تتعلق بمذهبية هذه الصراعات التي تحصل وإعادة هيك تكوين السلطات لكل بلد من هذه البلدان. وين رايحة برأيك العراق يعني؟ أنا يعني حبيت أول شيء أوضح نقطة بتتعلق بقصة سقوط اتفاقية سايكس بيكو. حبيت أقول إنه هذه اتفاقية سايكس بيكو يعني سقطت من زمان. نعم. باعتبار هي سايكس بيكو بالذات اللي انعملت سنة 1916 هي خط بالصحراء يفصل ما بين النفوذ البريطاني والنفوذ الفرنسي. نعم. وانترك لكل دولة من هالدولتين تنظم الخرائط بإطار منطقة نفوذها مثل ما بتريد. فمشان هيك يعني لما راح النفوذ البريطاني والفرنسي راحت اتفاقية سايكس بيكو. بس في موضوع انه سنة اتفاقية بس يعني 1920 الدول اللي تشكلت نتيجة هذه الاتفاقية بقيت تشكلت بعدها باتفاقية بمعاهدة او مؤتمر سان ريمو اللي نظم خرائط للدول. اللي لاحظته انا انه من هيداك الوقت من 1920 لهلا تغيرت كتير اشياء
ضمن هالبلدين، بس الخرائط بقيت هي زيتها. يعني مثلا لبنان احنا مرقنا بفترة صار كذا دويلة، فمع ذلك ما في اعتراف دولي بأي سلطة على أي منطقة. بالنسبة لإسرائيل حلت محل فلسطين، بس بقيت الخرائط زيتها. بس اللي عبقوله انه هيدا شيء ما بيطمن. لا حاجة لإسقاط سايكس بيكو لحتى يصير فيه خراب، لأنه ممكن تكون هذه الدول أوعية لصراعات داخلية كتير قوية، وهيدي نحن فيتين عليها الهيئة يعني. بس كمان في حدود عم تسقط بين الدول، يعني لأول مرة يمكن الحدود بين العراق وسوريا تنفتح بهيدا الشكل يعني. لا هيدي قصة انه مثلا فتحت الحدود، ماشي الحال سوريا والاردن من زمان كمان فتحوا الحدود رسميا ببعضهم، فتحوا الحدود بس ما في اعتراف دولي بانه هالحدود سقطت، ولا اعتقد بانه سيكون. بس هيدا ما بيعني انه ما ممكن ان احنا نعيش 100 سنة صراع مذهبي اذا كان ما في عقل عند الرؤوس الكبيرة اللي بتقرر مصير المنطقة. نعم منروح احنا بقلب الدولة ذاتها بيكون في صراع. احنا لبنان صار 15 سنة قتلوا خراب، ومع ذلك بقيت الحدود يعني. بس هذا شيء ما بيطمن يعني. بس انه انا ماني خايف من انه هلأ ترتسم دول جديدة. يعني خدي كردستان اللي هي كان في عطف عليها وكانت تحت الحماية الغربية فترة من فترات، وعم تمارس كتير من صلاحيات السيادة للدولة، ومع ذلك كردستان ما حدا بعد لحد هلأ فتح عندها سفارة. فعم اقول انا يعني تغيير الحدود شيء، واستمرار الخراب شيء، واستمرار الخراب هذا شيء ممكن. نعم هلا استمرار الخراب، بس انه يعني لحديت هلا اللي صار بالعراق رسم معالم حدود دويلات، خلينا نقول داخل نعم. داخل العراق يعني، والكل بلش يحكي عن التقسيم. هلا يمكن مش اعاده تقسيم دول المنطقه، ولكن تقسيم كل دوله في هذه المنطقه الى مجموعه دويلات يعني. نعم. هذا هو الخطر اللي اليوم عم بينحكى عنه. والله شوفي نحن في عنا مشاكل بمناطقنا بدون شك، بين الطوائف والمذاهب والآخره، لأنه الإنسان من يوم اللي بيخلق بيتقرر وضعه ومصيره والوظيفة اللي بياخدها وأمنه الشخصي على أساس طيفته. فبالتالي يعني نحن هيدي بنية الشرق، ودخلت على الدول على الصراع الداخلي مداخلات غربية، عفوا خارجية. نعم. يعني مثلا إيران لاعب أساسي بالمنطقة. بس أنا بعتقد أنه على القرار الإيراني أو استراتيجية الإيرانية بتتوقف كتير من الأمور، لأن بعتقد أنا إيران صاحبة خطة. الخليج عم يتدخل موقف دفاعي. نعم. يعني خايف على حاله وعلى هوية المنطقة. هلأ إيران وين بدها تروح ما بعرف. إذا كان إيران بدها تروح باتجاه ربط اللي عم بيصير هون أو ربط الناس المتحالفين معه باستراتيجيتها الخاصة بمصالحها الخاصة كدولة، هيدا معناتها ما في حلول يعني، في خراب يعني. أما إذا كان هي بس أنه حبت تعرف أنه عم بتقول أنه في ظلم على الشيعة على العلويين، هذا الشيء أكيد كان موجود يعني. بالعراق كان في ظلم، العلويين يمكن أكتر طائفة بالشرق تعرضت. بس وقت سلموا السلطة مارسوا الظلم على هذا بدي أقوله يعني. نعم بلبنان كمان يعني مثلا الشيعة وقفوا مع السنة بكتير الأمور 1920 والثورة، بالأنظمة ما طلع له شيء. هلأ لما هني عم بيقوموا هلأ لحتى يعملوا الحركة المضادة عم بيمارسوا القمع والظلم والهيمنة. فأنا بعتقد مصلحة هذه الطوائف أنه تعمل تسوية من شان تأمن الاستقرار ومن شان تأمن استقرارها للمستقبل. يعني أنا مع شيعية السيد موسى الصدر. نعم. والشيخ محمد مهدي شمس الدين والشيخ محمد هيدي الشيعية مش موجودة عمليا اليوم، والسيد هاني يعني فحص ومحمد حسين فضل الله، بس ونن اليوم يعني اليوم لأنه في إيران أمام طحشة المتشددين يعني. لا نعم في إيران. أنا بدي أعرف، أنا ماني متأكد بعد، لأنه الإيرانيين بيفكروا منهم بدون تفكير، هني بيفكروا. بس اليوم يعني البعض شبه يعني ما حصل لإيران في العراق. يعني اليوم يشعر الإيرانيون بحسب قريب صريف بافتتاحية صحيفة السفير يعني المحرر. نعم. السياسي بما شعر به حزب الله في 5 أيار 2008، والسؤال إنه كيف يعني يردون دفاعا عن المالكي وعن يعني سياستهم في العراق. هلأ الشيعة بالعراق أخذوا قسم كبير من السلطة وفي عندهم قوة، والجيش يعني بعد اجتزاز البعث وحل الجيش
اليوم فيهم يوصلوا لاتفاق مع الفئات الثانية انه تعوا يا اخي كيف بدنا نتقاسم السلطة وايران تدعم هالاتجاه، فيها تعمل هيك، فيها تقول لا انا بدي هيمن على كل العراق لانه انا دولة. فاذا بدها تفكر بمصالحها الخاصة بالموضوع الشيعي العراقي او غيره ما بعتقد في حلول. هذا بده حكي ايراني سعودي يعني حتى يزبط. انا رايي بده حكي ايراني ايراني اول شيء، يعني ايران بدها حلول ولا انه بدها تهيمن على المنطقه وتوصل للبحر المتوسط؟ اذا بدها تهيمن على المنطقه وتوصل للبحر المتوسط هذه حرب 100 سنه. بعدين هذه حرب فيها عناصر هلا بعد ما انها موجوده بعد بتدخل، معلش اذا بتسمحي لي كلمه يعني تفضل. مصر 90 مليون نسمه، يعني يوما ما يمكن يدخلوا بهذا الصراع، يعني بتكبر المشكله. مصر كل عمرها بس تكون قوية بتطلع على سوريا من صلاح الدين لمحمد علي اللي كان عم بيفاوض على وراثته لمصر كعيلة، وعم بيطلع كمان لحكم سوريا لعبد الناصر اللي وصل لسوريا. فإذا سوريا منا بعيدة عن مصر، مصر رح تدخل يمكن يوما ما بالصراع لما بتكون أوضاع الخاصة بتسمح لها، لما بيكون في حاكم قوي. فمشان هيك يعني في عناصر كتيرة، أنا ما عم بهدد بمصر بس عم بقول في عناصر كتيرة ممكن تدخل. إذا الإنسان بده يطلع لبعيد لمصلحة الطوائف اللي تعرضت للظلم مفروض أنه يعمل تسويات اليوم. بس ما هذا الموضوع يمكن تنظر له إيران على أنه بريحها، بمعنى أنه هي منا مضطرة تقدم هلأ تنازلات، لأنه هيدي النار اللي اشتعلت بالعراق ستطال الدول التي يمكن قد تكون تدعم بشكل أو بآخر يعني هذه الثورة السنية كما وصفت بالعراق، ولن تبقى بمنأى عنها، وبالتالي هذا الشيء بخفف الثقل عن إيران وعن مسؤوليتها أيضا في حل هذا المشكل. أنا بعتقد وعم بحكي عن بلد يملك رؤية استراتيجية، إذا هن عم بيفكروا لصراع 100 سنة ما حدا بيعرف بعدين شو نتيجته، ما حدا بيعرف بعدين مين بيربح فيه، مش أنه يعني ربحنا بالقلمون أو أنه استرجعنا الموصل فرضا، يعني معناتها خلصت القصة. إذا الأفضل هو الوصول مع أهل المنطقة قبل الخليجيين والخليجيين لأنظمة مستقرة تضمن لكل العالم الحقوق وتضمن لهم أنه يكون في تقاسم منافع. فهذا الموضوع الحقيقة إيران إلى دور كبير، وكذلك سكان المنطقة لهم دور، والسني كمان لهم دور، يعني يعرفوا أنه هني انه هني ظلموا. يعني انا مثلا بحكي مع بعض الناس من اخوان العرب بيقول لي انت ليه بتحكي بالاقليات؟ ليش؟ ما نحن كلنا اولاد بلد واحد. يعني في عندي صديق سوري بيقول لي على الفيسبوك انه انت ليش كل مره بتحكي على الاقليات؟ ما كلنا اولاد بلد واحد. طب بس ما انت ما شعرت لما كنت حاكم مثلا الفقر اللي كان موجود والظلم اللي كان موجود وحرمان الحقوق السياسيه يلي عمل نظام بعدين جرب كمان انه يهيمن. بدنا نوصل لنتيجة، النتيجة هي بالتسوية. التسوية هي كل الناس بدها تعترف بحقوق بعضها، يا اما بدنا نوصل للعلمانية الكاملة، هذه بعد بدنا كتار كتير بعيد عنها. او التسوية يعني بتكون انه كل الناس بتاخد حقوق معينة بيتقاسموا هيها، يعني انه انا وكل واحد عنده مصادر. يعني هلا يعني الحكي عم بيصير انه مثلا الاكراد عندهم مقومات دولتهم، يعني وحتى النفط منها، يعني طبعا النفط، حتى المناطق اللي سيطرت عليها داعش وين عم بيروحوا بيسيطروا، عم بفتشوا على الابار النفطيه كمان وهيدا تحت والمصافي يحطوا ايدهم عليها. والشيعة طبعا عندهم الجنوب البصره والاخري اللي هو اغنى شيء. نعم. اذا يعني مقومات قيام هذه الدويلات العراقيه موجوده لدى كل اللي ده، وهذا شيء بالعكس يمكن يعقد التسويه لاعاده وحده العراق. هلا بجوز عقد التسوية لإعادة وحدة العراق، يعني رئيس واحد وسلطة وحدة وجهاز أمن واحد حاكم البلد من أول لآخره مثل أيام صدام حسين، بس ممكن توزيع السلطة سواء جغرافيا ولا موضوعيا على الطريقة اللبنانية، يعني ما بين الطوائف. ف يعني بس نحن التجربة عندنا فاشلة، يعني يعني لدرجة إنه نحو ما أزقنا اليوم، يعني نحن تحت عنوان أنه بعدنا يعني سلطة واحدة وحكومة وحدة وطنية وإلى آخره، ولكن شو عمليا شو عم نمارس؟ عم نمارس يعني ونظامنا أصبح يعني بشكل مقنع نظام فيدرالي طائفي. إيه طبعا بدون شك، يعني هو هيك، يعني بس أنه اليوم ممكن تقاسم المناطق طالما هي مفروزة بطريقة أنه يبقى في وحدة البلد، بس يكون في نوع من حكم ذاتي لهالمناطق هيدي. يعني يعني
مش بالضرورة يعني مثلا بلبنان انه رئيس جمهورية كان اذا بده يتعين حاجب في هيك القانون بقائم مقامية بنت جبال مثلا بده يمضي رئيس الجمهورية. نعم. طب مش ضروري يمضي رئيس الجمهورية. يعني في مجال كمان هيدا الفرز الجغرافي انه يكون يتجند ايجابيا مش انه يكون في عدة دول بدولة واحدة. نعم. فهيدا بده تطور بالفكر العربي والمفهوم العربي للسلطة. لأن المفهوم العربي للسلطة أنه في حاكم واحد مطلق على كل البلد من أوله لآخره. لا، خلي الجماعات كمان تدير بعض شؤونها الذاتية لوحدها بدون ما تشعر أنه في هيمنة عليها. وإلا مثل ما بتختم مقالتك على الشرق السلام، يعني لحد هلا هيك ماشيين، يعني لحد هلا هيك ماشيين. إيه؟ بس لبنان إلى حد ما هو يعني نحن هون إلى حد ما بعده رح تتهلأ في قرار بتحييده عن هذه الصراعات. ما بعرف إلى أي مدى سيستمر هذا التحييد وإلى أي مدى سيستطيع لبنان أن ينأى بنفسه عن هذه، خاصة إذا استمرت وإذا اشتدت يعني حدتها المذهبية يعني والحرب الأهلية يعني في العراق، في خوف أن تصبح حرب أهلية أيضا في لبنان، عناصرها موجودة. يعني دائما بسمع أنا أنه في قرار خارجي بتحييد لبنان، يعني أنا بتمنى أسمع في قرار داخلي بتحييد لبنان. يعني نحن كفئات لبنانية كمان يكون عندنا الوعي الكافي. نعم. لحد هلأ القوى الأساسية بلبنان، يعني إذا بدنا نذكرهم واحد واحد، من حزب الله لتيار المستقبل لوليد جنبلاط للقوى المارونية كمان، يعني عندهم رغبة حقيقية بتحييد لبنان عن أي صراع عنيف. يعني وعلى كل الأحوال احنا كل يوم من فيه على بكرة بنلاقي ما في حرب أهلية، بنكون عم نكسب وقت، بلكي بتنحل هذا برا. حتى الانطباع الأمريكي يعني لا جيفري فالتمن هو نائب الأمين العام الأمم المتحدة، ولكن هو بالنتيجة يعبر أيضا عن فكر أمريكي معين. يعني أنا مرة سلمت عليه بكوكتيل ببيروت، قلت له good evening Mr. Prime Minister، لأن كان وقت قال سيد حسن نصر الله هيدي حكومة فالتمن. بقى اليوم طبعا فلتمان هيك عنده هذا هيك عينه بتضل على لبنان يعني واهتمام. نعم. بلبنان. اليوم بحديث لصحيفة النهار ايضا يعني على هامش المؤتمر روما، بيحكي انه هو قلق من الفراغ الحاصل في موقع رئاسة الجمهورية، ولكنه استبعد ان يواجه لبنان ثانية ما واجهه في 2008، فلا احد يريد تعريض لبنان يعني للمخاطر. نعم. نفسها ولا يعني هذا رئيس انتخاب رئيس جمهورية طبعا اكيد كتير بيساعد يعني تسيير المؤسسات، وبعدين اعطى اشارة للداخل والخارج انه هالبلد ماشي. الفراغ هو علامة استفهام، اذا بتضميها علامات الاستفهام اللي جاي من برا يعني بصير مقلق الوضع، مشان هيك هذه بترمي مسؤولية على الداخل، القوى السياسية ومجلس النواب اللبناني انه مفروض ينتخبوا رئيس جمهورية. بس كيف؟ هون السؤال، يعني هون حتى فيلتمان قال ما بعرف كيف بده يتم حل هذا الموضوع، ما بعرف كيف بده يتم مسألة الفراغ. وانا ما بعرف، بس يعني صارت واضحة ومن قالي بعدة مناسبات من المراجع السياسية الكبيرة انه ما في حدا يجيب رئيس جمهورية لوحده، ما في فريق. طيب انه خليني يبحثوا بالتوافق، ما عم شوف عم يبحثوا بالتوافق. يعني لا ناطرين انه يفرضوا رئيس جمهورية ولا عم يبحثوا بالتوافق. توافق يعني صعب هلا في ظل يعني لانه ناطرين كمان برا ضوء اخضر خارجي يعني معين نتيجة الصراعات هيدي برا. ايه اكيد يعني كان معنا يعني هيدي كنا عم نقوله ناقصنا كان بعد العراق حتى يتعقد الوضع اكثر، وبالتالي يمكن صعبه يعني حتى المسيحيون القيادات المسيحية يعني اللي هي مسؤولة بركي إلى حد ما وما بنفس الوقت مرشحة إلى هذه الانتخابات متمسكة بموقفها وبأيضا حقها في الوصول برئيس قوي كما تعتبره. وسمعنا العماد عون بآخر مقابلة له يعني شو قال، ما في شيء بيدل على أنه الأمور ذاهبة باتجاه البركي التسوية، لأنه تسوية تعني عدم وصول أي من هؤلاء القيادات. نعم. صح؟ بتعتبر أنه ما في فرصة؟ بعتقد أنه أكيد أنه تسوية بدها تكون على شخص، إلا إذا كان الأكترية النيابية يعني انحازت لأحد المرشحين الأربعة يعني. هذا شيء تاني، بس بالوقت الحاضر يعني المنطق العادي بيقول أنه مفروض يكون في اتفاق على شخص آخر. بس الانتظار هو يعني أنه بلكي هالصراعات بتساعدنا يعني
بدنا نشوف هلا غيره. وثانيا كمان يعني بلكي الحوار القائم يعني ما عطى بعد ما وصل لأبعاده. أقول حال كلام لما دعون الأخير انعكس يعني إلى حد ما سلبيا على قوى 14 آذار أنه كان له ردود فعل سلبية فعل. خاصة لما قالوا بحسن جهد ما قالوا أنه هو قال له للرئيس الحريري أنه مسؤول عن أمنه السياسي إذا بس وصل إلى موقع المسؤولية وأثار ردود فعل هذا الكلام. على بنا ننطر ماذا سيجري أيضا بين وليد جنبلاط ورئيس عدل الحريري في لقاء اللي مفترض يحصل بكرة عشية بركي بباريس. وممكن ما بعرف بركي ساعتها طيار المستقبل يعلن موقف واضح ما بعرف كمان أمور صعبة. هلأ حادث العراق حديث العراق يعني بدها تأجل عند الكل بده يشوفوا شو النتيجة يعني هي لأنه صار في قراءتين لموضوع العراق. البعض اعتبر أنه هذه الأزمة العراقية يعني تضع الجميع ضمن مسؤوليتهم للذهاب إلى تسوية، والبعض الآخر اعتبر أنه لا مش هيك ستزيد الوضع. الأمور تعقيدا ستزيد حضرتك الأمور. بتشوفها ستزيد الأمور تعقيدا لأنه من الحكي اللي بسمعه حتى العفو يعني من الناس يعني أنه يعني في فريق بيقول لك نهضوا السنة بالعراق هيدي بدها تأثر على سوريا والموضوع مش داعش يعني أكيد ما أنا داعش هي يعني هي كل يعني في حركة سنية بالعراق أنه بتأثر بكرة على سوريا هيدا فريق. واحد تاني بيقول لي مثلا بلكي انه ايران بتتفوض من الامريكان بتفوت على العراق بتحتل هاي المدن السنية لهذا وبتكسر لهم راسه بتغير الوضع بلبنان يعني فشوفي قديش الخيال القصب. والامريكيين هون خاصة كمان بالموضوع العراقي بقى مش واضحين يعني كيف بده يتصرفوا. لنون اعلن يعني اوباما انه مش رح يبعت قوات على العراق حتى تقتل هذه المجموعات. عم بيدرسوا احتمال بركة مساعدة في توجيه ضربات جوية. مش كمان مش مقررين كيف يتعاطوا مع هذه الأزمة. هذا الموقف الأمريكي برأيك كمان يعقد الأمور أكثر. هون هل ما بعرف كمان هون لأنه مع بداية صياغة الاتفاق النهائي للملف النووي بين إيران والدول 5+1 ما بعرف إذا خلص ممكن يساعد في الانتقال إلى الملف العراقي وساعتها تتوضح الأمور أكثر. والله بالنسبة للأمريكان يعني هيئتهم لما عملوا الاتفاق الكيماوي مع سوريا وهني على أبواب الاتفاق النووي مع إسرائيل صارت أمريكا يعني زالت المخاطر الدائمة على إسرائيل خف الشرق الأوسط بنظرة أهميته إضافة إلى التطورات على صعيد إنتاج النفط واستخراج النفط يلي هي كمان بدها تخفف المنطقة ماشي شوي شوي لعدم الاهتمام كتير بالمنطقة يعني ما تكون من أولوياتها وهذه الشغلة مبلشة يعني بيّن يعني أنه بس أخذوا الكيماوي اللي كان بيشكل خطر على إسرائيل وهني على أبواب الاتفاق النووي بعد الضغط الاقتصادي ما عادوا هم مهتمين كتير بس ما بقول أنه ما عادوا مهتمين بالمرة يعني بس أنه صار موضوع قليل أهمية بس هو اللي رافض يعني أنه يبحث بأي ملف آخر قبل الاتفاق النهائي هي إيران أكثر من الولايات المتحدة يعني هالموقف عم بيعبروا عنه المسؤولين الإيرانيين. أنا لما بتوصل القصة للمفاوضات الدولية وتحت الطاولة موعود بفهم شيء يعني ما بقدر أحكم يعني بس الإيرانيين شاطرين هني بالحوار يعني هلأ هو يعني بيرفضوا ولا في بحث جاري ما بعرف ممكن يقولوا بنرفض بس البحث يكون جاري على كل موضوع المنطقة على دور إيران بالمنطقة. إيران ما فيها تستلم المنطقة بيكون إلى نفوذ يعني بيكون في إلى مثلا بعض حلفاء يعني في لهم محميين بمناطقهم يعني بس أنه تاخد منطقة الشرق كله هذا شيء مش ممكن. أكو هاي يعني من المخاطر الأمنية والسياسية يعني على لبنان بدنا ننتقل هذا حسب مخاطر كمان الاقتصادية والمالية نتيجة يعني طبعا إذا أقرت سلسلة الرتب والرواتب وإذا لم تقار لأنه على الحالتين الوضع صعب يعني إذا أقرت في أعباء مالية كبيرة وإذا لم تقر في يعني حركات اجتماعية عم تحصل وتحركات وتظاهرات واعتصامات وشلل على صعيد المؤسسات العامة وحتى بموضوع الامتحانات الرسمية كمان بيجي ينعكس توتر إضافي. بس قبل ما فوت باشي خلينا توقف مفاصل إعلانية نفتح طيب. هذا الملف ملف. بعد الفاصل الإعلاني
طعنا البريك لأنه بدنا ننتقل إلى فندق فينيسيا في منتدى الاقتصاد العربي الذي يعقد في فندق فينيسيا، وكلمة رئيس الحكومة تمام سالم. السيدات والسادة، يطيب لي أن أقف اليوم متحدثا أمام هذه النخبة الكريمة من أخواني اللبنانيين والأشقاء العرب، من أصحاب العقول النيرة والإنجازات المشهودة، الذين يؤكدون عاما بعد عام إيمانهم بلبنان وبقدرته على النهوض من قلب الصعاب وبدوره كمنارة مشعة في محيطه. إنها مناسبة طيبة ليست فقط للترحيب بكم في بلدكم الثاني، وإنما أيضا للإشادة بدوركم الرائد كل في ميدانه في دفع عجلة النمو في بلدانكم الشقيقة وفي رفض الاقتصاد العربي بمقومات القوة والنجاح. إن بعض الاقتصادات العربية وخصوصا في منطقة الخليج تمكنت بجهودكم وكفاءاتكم وبحكمة قيادات وطنية فذة وضعت نصب أعينها خير الإنسان ورخاءه من احتلال موقع رائد على الخريطة الاقتصادية العالمية يفخر به كل عربي. أيها السادة، إن جهودكم بيننا اليوم ووجودكم هو دليل على ثقة متينة ببلدنا تعبرون عنها دائما أفرادا ومؤسسات ودولا، وهي ثقة تمدنا بالعزيمة وتمنحنا أسباب القوة لجبه التحديات مهما كان نوعا. إن لبنان دولة وشعبا مدين بالكثير لإخوانه العرب، وخصوصا قيادات وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي الذين ما خذلوه يوما ومن كفأوا عنه في الزمن الصعب، وكانوا أبدا حضنا دافئا لأبنائه وداعما لسلمه واستقراره ونهضته. فأهلا بكم جميعا، أهلا بكم بيننا في بيروت أخوة كراما أعزاء. الحضور الكريم، تسلمت حكومتنا مهامها منذ فترة لا تزيد عن 4 أشهر في ظروف سياسية وأمنية دقيقة، وقد قمنا وتمكنا بعون الله وبتضافر جهود كل القوى السياسية من تحقيق إنجازات ملموسة أزالت الكثير من المخاوف وأشاعت جو من الإطمئنان الذي بدأنا نلمس نتائجه من خلال مؤشرات اقتصادية واعدة. لقد كان الأمن ملفا نازفا تسبب بالكثير من الخسائر البشرية والخراب الاقتصادي والخراب الاقتصادي في مناطق لبنانية عزيزة، وأثار شكوكا حول الاستقرار في لبنان ومناخا غير مشجع على الاستثمار والسياحة فيه. لكن القوى الشرعية اللبنانية من جيش وقوى أمنية تمكنت بتوجيهات من الحكومة ومن فخامة رئيس الجمهورية حينذاك العماد ميشيل سليمان من إعادة الأمن والأمان إلى مدينة طرابلس التي كانت بؤرة توتر دائم، وإلى مناطق البقاع الشمالي
التي كانت مسرحا لممارسات مخالفة للقانون، وهي بيروت تستعد لمرحلة جديدة من الخطة الأمنية لضبط المخالفات وتثبيت الاستقرار. وشرعت الحكومة بموازاة ذلك في معالجة حالات الشغور المزمن في الكثير من المواقع الرئيسية في المؤسسات العامة، وأجرت عشرات التعيينات التي من شأنها بث الحيوية في الإدارات الحكومية لتتمكن من القيام بمهامها في خدمة مصالح المواطنين. وفي الجانب الاجتماعي والاقتصادي تولي حكومة عناية كبيرة لملفين حيويين. الأول هو ملف النزوح السوري الذي بلغت أعباؤه حداً لم يعد لبنان قادراً على تحمله. وتعمل الحكومة اليوم مع الأشقاء العرب ومجموعة الدعم الدولية للبنان والمؤسسات المانحة على مقاربات متعددة لهذه المعضلة لإيجاد الحلول الناجحة لها. أما الملف الثاني وهو ملف الغاز والنفط الذي يجري العمل عليه بطريقة علمية ودقيقة ودؤوبة، تمهيداً لبدء مرحلة الاستكشاف الذي تدل كل المؤشرات إلى أنها تبشر بالخير، مع ما يعنيه ذلك من فرص استثمار وعمل للقطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي. أيها الحضور الكريم، يعيش لبنان منذ أسابيع شعوراً في موقع الرئاسة الأولى بسبب عدم تمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية. إنني أؤكد مرة أخرى رغبتنا وحرصنا وسعينا الحثيث لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية لإعادة المؤسسات الدستورية إلى وضعها الطبيعي والمتكامل. وأني أدعو جميع القوى السياسية إلى التخلي عن الحسابات الضيقة وتغليب المصلحة العليا على ما عداها وعدم التأخر في إنجاز هذا الواجب الوطني. إن حكومتنا وفي انتظار انتخاب رئيس للبلاد ستؤدي واجباتها كاملة بكل أمانة، انطلاقاً مما نص عليه الدستور وبروحية التوافق الوطني الذي هو غايتنا الدائمة. وسنبقى حريصين على خدمة مصالح المواطنين وتسيير شؤون البلاد، وساهرين على حسن عمل المؤسسات التي ليس مسموحاً تعطيلها والحكم عليها بالشلل تحت أي ذريعة كانت وفي أي ظرف كان. إنني هنا أود التوقف عند ما يراود اللبنانيين من مخاوف بسبب ما يشهده العراق وسوريا هذه الأيام من أحداث مؤلمة، وما يطرحونه من أسئلة حول احتمالات امتداد الحريق إلى الثوب اللبناني. إننا في حكومة المصلحة الوطنية لن نسمح بالتلاعب بأمن لبنان واستقراره. وسوف نعمل بكل ما أوتينا من قوة وإرادة على تحصين بلدنا من آثار النيران المشتعلة في جوارنا القريب والبعيد، معتمدين على جيشنا وقواتنا الأمنية وعلى وعي الغالبية الساحقة من اللبنانيين وإيمانهم بلبنان الواحد الموحد الآمن والمستقر. الحضور الكريم، إننا في عملنا الحكومي
نولي أهمية كبرى للجانب الاقتصادي المتعلق بتشجيع الاستثمار، وندرك أن من المهمات الرئيسية أمامنا القيام بالإصلاحات الإدارية التي تسهل حركة المستثمر وتجعل لبنان مكاناً جاذباً للاستثمارات، سواء استثمارات لبنانيين المقيمين والمغتربين أو العربية والأجنبية منها. إننا نسعى إلى خلق الإطار القانوني المناسب لتشجيع الاستثمار، ولهذه الغاية سوف نعمل على إنجاز قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص. أما في الجانب الاقتصادي العام فإننا نضع نصب أعيننا اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتشجيع الصناعة اللبنانية عبر تخفيض كلفتها لجعلها قادرة على المنافسة، ولمساعدة القطاع الزراعي لإيجاد الأرضية المناسبة للاستثمار في مشاريع كبيرة تخلق قيمة مضافة في الإنتاج الزراعي. ولا بد لي من الإشارة هنا إلى قطاعنا المصرفي الذي يمضي في مسيرته الناجحة ويشكل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد اللبناني. إن هذا القطاع ما زال على رغم الأوضاع الدقيقة يسجل نسب نمو في الودائع تقارب 6%، كما أن نسب الملاءة فيه تتجاوز نسب الملاءة في الغرب، فضلا عن امتلاكه نسبا عالية من السيولة تعتبر عنصرا مشجعا على الاستثمار. واقعنا العربي للأسف ليس في أحسن أحواله، والأحداث المؤلمة التي تعصف بسوريا وبلاد الرافدين هي خسارة صافية لنا جميعا وربح صاف لأعداء هذه الأمة، وفي مقدمتهم ذلك العدو الرابض على حدودنا الجنوبية الذي يستمتع بمشاهدة العرض المأساوي على مسرحنا الدامي. ندرك جميعا أن العالم سبقنا بأشواط، وأن علينا بذل جهود جبارة على كل المستويات إذا أردنا أن نحجز مكانا لائقا لنا في هذا العصر. هذا الهدف لا يتحقق بتفتيت الأوطان وإحياء العصبيات البغيضة، ولا بنشر الجهل وتعميم الظلام، ولا بالقهر والغلبة، ولا بهدر الفرص والثروات والأعمار. هذا الهدف لا يحققه إلا شباب متمكن مسلح بأدوات العصر، ولا ينجزه إلا أصحاب الأفكار الخلاقة والإرادات الطيبة والمشاريع البناءة من أمثالكم. أشكركم مجدداً على مجيئكم إلى بيروت عاصمة العرب وبيتي، وعلى إيمانكم بلبنان وثقتكم بمستقبله، وأتمنى لكم النجاح في أعمالكم التي هي استثمار في الحياة وفي الأمل بغد أفضل. أتمنى النجاح لأعمال هذا المنتدى، وأثمن الجهة المنظمة أي مجموعة الاقتصاد والأعمال وعلى رأسها الصديق رؤوف أبو زكي الذي أشكره على سعيه الدائم إلى تأمين التواصل اللبناني العربي وضمان استمرار الحضور العربي في لبنان. وشكرا. إذن مشاهدينا، استمعنا وتابعنا مباشرة كلمة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ تمام سلام من فندق فينيسيا في منتدى الاقتصاد والأعمال، وكان سبقه أيضا كلمة لكمان حاكم مصرف لبنان رياض سلامي. يعني
محاولة تطمين خلينا نقول رغم كل شيء. بس محل تاني بلشت هيئة التنسيق النقابية تصعد يعني بموضوع السلسلة لأنه يبدو الجلسة رح مش تنعقد. اجتمعوا بالرئيس نبيه بري وسلموا مذكرة للأمانة العامة جمس النواب. خلينا نسمع شوي كمان شو عم بيقولوا يعني منك بس. لا 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 بالعكس. أولا تانيا نحن شفنا دولة الرئيس مشكورا استقبلنا وحطنا بالأجواء اللي صارت مبارحة أجواء اللي خالص صارت بينه وبين الرئيس سنيورا والنائب إبراهيم كنعان جورج عدوان ست بهية الحريري معالي وزير المالية حطنا بالتفصيل شو صار. نحن اللي بدنا نقول لكم إياه أنه هذا اللي صار مبارحة ما وصل لمحل ما وصل لاتفاق بعد ثلاث سنين. نستغرب كمان نحن أنه نستخدم بالسياسي سلسلة الرتب والرواتب صارت عم تستخدم بالسياسي. البلد لوين رايح ما بعرف لا رئيس الجمهورية لا مجلس لا حكومة على الطريق. يعني هذا الموضوع مؤدى رايح لمحل أنه ما بقى في حكومة عم تتعطل كل المؤسسات الدستورية بالبلد وهذا التعطيل وهذا التعطيل أخذ معه 100,000 طالب والمليون لبناني الناطرين السلسلة وكل الشعب اللبناني. هذه الطبعة السياسية تتحمل مسؤولية كل الفراغ بالبلد تعطي كل المؤسسات الدستورية بما فيها الامتحانات والطلاب والمعلمين والأهالي. الشغلة التالتي نحن مصرين على السلسلة اللي نحن اتفقنا نحن ويهن عليها. يعني الكلام بالست درجات الكلام بقيمة الدرجة الكلام انه منشيل 10% الكلام انه منقصت على سنتين كل هذا الكلام ما له معنى اذا ما نحطت السلسلة اللي على أساسها عم نحكي في سلسلة رئيس مئاتي في سلسلة لجنة كنعان في سلسلة لجنة عدوان أي سلسلة عم يحكوا. نحن عم نحكي عن السلسلة اتفقنا احنا وياهم عليها السلسلة بتحفظ الحقوق. إذا هاي السلسلة منا موجودة الكلام بالست درجات وبالعشرة بالمية وبالتقسيط ومدري بشو كله ما له معنى إذا الأساس مش موجود. الشغلة الأخيرة اللي بدي أقولها أنا أنه نحن الجملة المشهورة اللي بيرددها أساس حنا على طول 121% يعني أكيد بخصوم منها بحدود 45% حقوقنا اللي خدناها. يعني نحن حقنا بدنا إياه نحن مع نفس نسبة الزيادة لكل القطاعات. وبدي أقول هيئة التنسيق النقابية ما حدا قادر يستخدمها بالصراع السياسي بالبلد. نحن لسنا مع فريق ضد فريق. نحن مع حقوق المعلمين والموظفين والعسكر وقوى الأمن والمتقاعدين والمقاومين والمتعاقدين واللي عم يشتغلوا بالفاتورة والأجرة كل اللي بيستفيدوا من السلسلة نحن مع هيدول. نحن ما حنخلي حدا يستخدمنا بالسياسي. نحن منطالب الجميع يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الشعب اللبناني ومنقول لهم اخدين البلد على الهوي إذا استمريتوا هيك وليتعظوا مما يجري بالمحيط الإقليمي. لن نكون أقل نحن يعني جرأة مما يجري حولنا. نحن مكفيين بالوضع الاقتصادي الاجتماعي حقنا بدنا ياخده وهن إذا بدنا يكفوا هيك. أنا برأيي هذا الموضوع صار أخطر من انتخابات رئيس الجمهورية وأخطر من الوضع الأمني. الانفجار الاجتماعي الكبير إذا بدنا يستمروا بعد ثلاث سنين بيطلع البعض بيقول بدنا ندرس وما في توازن مالي. شو إذا بده شي 10 سنين يعني بس ينزل الشعب اللبناني بالشارع ويتيح بكل اللي موجود. خط احمر موضوع السلسلة بده علاج باسرع وقت. ما بقى فينا نحمل لا الطلاب فينا نحمله لا المعلمين لا المليون اللبناني اللي ناطرين السلسلة. وشكرا لكم. هلا رايحه هيئه التنسيق النقابيه تجتمع سننتظر ما يجري اليوم في مجلس النواب. اذا ما في جلسه وهذا الظاهر لحد هلا ما في جلسه رايحه هيئه التنسيق النقابيه تجتمع وتحدد الخطوات اللاحقه. انا كل شيء فيني اقول لكم اياه في شغلتين اساسيتين نحن مصرين عليهم. الاستمرار بمقاطعة التصحيح، الاستمرار بالإضراب بالإدارات العامة، وهناك خطوات أخرى ستحددها هيئة التنسيق النقابي اليوم باجتماع. إذن كمان تابعنا مباشرة كلمة الأستاذ حنا غريب نعمة محفوظ بمجلس النواب بعد ما التقوا الرئيس نبيه بري وبلغون أنه مش ماشي الحال وما في إقرار للسلسلة وقال إنه السلسلة عم تستخدم بالسياسي. كيف يعني هو كيف عم تستخدم بالسياسي؟ يعني أنا بدي أسأل هو اللي عم بيشجعهم هو عم يستخدمها بالسياسي ولا اللي عم يوقف بوجهن بيقول لهم مالية الدولة ما بتزبط؟ اللي عم بيقول لهم مالية الدولة ما بتتحمل مش عم يشتغل سياسي.
بيشتغل سياسي بيقول له انزلوا على الشارع. انا بعتقد بالموضوع السياسي بحب هون يقول شغلي مهمه، بس يعني بس عم بيقولوا ما حدا بيستخدمهم بالسياسه يعني، وما بيسمحوا لحدا يتمنن مع فريق ضد فريق. اوكي، لاني بدهم مطالبهم يعني. بس في اليوم على ما يبدو بالصوره في اختلاف سياسي على السلسله. ناس بيحبوا انه يعطوها مثل ما هي، في ناس بدهم يتاكدوا من التوازن. اوكي، انا رايي ان كل الفئات السياسيه الاساسيه بالبلد اللي داعمتهم واللي مش داعمتهم ما بتقبل تعطيهم هذه المطالب بدون ما تتاكد انه العطاءات في تمويل مقابلها. ليش؟ لانه هل اذا عطوا عطاءات بدون مقابل يعني بدون واردات كافيه، بدون شك يعني صار الوضع النقدي والاقتصادي كله بخطر. انا اللي بعرفه انه كل القوى السياسيه يعني الروس الكبيره عم بحكي بيهم موضوع الليره اللبنانيه كتير. يعني انا بدي اعطيكي مثلا الرئيس نبيه بري. نعم. اللي ممكن يكون يعني عامل علاقه منيحه معهم. الرئيس نبيه بري، طب نحن لما كنا بمصرف لبنان ببدايه التسعينات قامت الحكومه زادت الرواتب وصار يزيد العجز، وكان وقت الحكومه مش مثل حكومه تمام سلام. يعني مع احترامي الرئيس عمر كرامي شخص طبعا محترم يعني، بس كانت الحكومه يعني فيها مما هب ودب يعني. نعم. بدون ما نذكر كل الأسماء، فبالتالي ما كان في ثقة بالحكومة، ومصرف لبنان ما كان عنده الاحتياطي يعني. بعتقد وقتها كان عنده مصرف لبنان 200 مليون دولار، اليوم 35 مليار دولار بسبب التعاون بين مصرف لبنان والبنك المركزي. فإذا مش نفس الشيء يعني، بس انفجر الوضع الاجتماعي وانفجر الوضع النقدي. كنا نشوف الرئيس نبيه بري كحاكمية مصرف لبنان كان يقلنا الليرة، اوعى حدا يعني يهدد الليرة بالخطر. نعم. لانه هو بيعرف نتائجها يعني. تجربة بس ايار كان بس اسمح لي هون دكتور انه اليوم التهديد بالليرة كمان عم بيعتبروه هو تهويل، انه مش هالقد الامور رح تشكل خطر على استقرار النقدي يعني. والدليل اليوم اللي قالوا كمان حكي مصرف لبنان سيستمر مصرف لبنان موجودا في الأسواق ويعني ويؤمن السيولة الكافية لكافة العملات وملاءة الدولة يعني. ما 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 عنده ملاءة الدولة هو ما في أثر فيها، هو في أثر يعني إنه بيساعد تمويل عجز الدولة، بيقدر يساعد كتير يعني. بس ملاءة الدولة بمعنى إنه توازن الإيرادات والنفقات يعني مصرف لبنان هيدي خارج طيب بس قادر يدله بالسوق يعني ويؤمن السيولة الكافية حتى يحافظ على استقرار الليرة. يعني مثل واحد الوضع إنه بياكل دهن وبياكل مواد يعني من هالنوع وآخر شيء بياخد حبة ضد الكوليسترول. السياسة النقدية هي شيء من هذا النوع، هاي الحبة يعني. اليوم الحاكم بدون شك قدر يأمن هالاستقرار النقدي بسبب السياسة الحكيمة اللي متعبة مع مصرف لبنان والعلاقة الجيدة المعمولة مع القطاع المصرفي. فبالتالي هو أكيد إذا بده يصير في طلب قوي على الليرة رح يكب من هالاحتياطي لحتى يوقف الطلب طبعا على العملات الأجنبية. بس إنه هذا مش علاج، لأنه هذا علاج يعني بعدين له آخر يعني مكلف كتير، وبعدين له آخر. بعدين بدي بحب أقول شغلي يعني، الليرة إلى كل مثل كل عملة إلى قيمتين، سعر الصرف يعني تجاه الدولار وفي كمان قيمتها قوتها الشرائية، اثنيناتهم هولي سعر اثنيناتهم قيمة الليرة. فاليوم مصرف لبنان بيقدر كتير يتدخل لمنع انهيار سعر الصرف. يعني بتبقى 1507.5 بس بتخف القيمة الشرائية للي. بس القيمة الشرائية يعني أكيد بدها تخف، ما في حدا هيدي يضبطها. نعم. هيدي عن طريق التضخم. يعني في حال صار في صرف على كل الأحوال اليوم. تفضل. بدي أقول إنه الموازنة اللي عملها يعني إذا بدك نحكي قديش بتأثر على المالية العامة فينا نحكي فيها. قبل هون بس خليني توقف بعدني عند هاي النقطة. يعني امبارح لأنه اللي صار يعني خلينا نحكي على اللي صار امبارح تقريبا يعني توصلوا لحتى يعني مثل ما عم بنقرينا اليوم وسمعنا انه في صار في تقريبا توازن بين الواردات والنفقات يعني حصل اقتربوا كتير
الأرقام من بعضها بالاجتماعات اللي حصلت امبارح. بس ضل في نقطة علقة أنه هلأ محملينا للرئيس السنيورة، وهون يمكن دخلت السياسة على الخط، أنه هو مصر على زيادة التفقة 11% لل 11% وعدم أعطاء المعلمين والأساتذة الدرجات الست، يعني رغم أنه تأمن هذا التوازن بين الواردات والنفقات. يعني أنت بالأرقام اللي قريتها ما بعرف إذا تبعت يعني هالموضوع، نعم. هل فعلا ترى أنه هذا التوازن مؤمن ومضمون؟ يعني فؤاد السنيورة بيتميز عن كتير من السياسيين هلأ اللي عم يتعاطوا بهذه المسألة، نعم. هو منه سائل عن شعبية، أنه ياخد شعبية بهذا الموضوع. هو في عنده مبادئ بالمالية العامة وبالاقتصاد، حريص على هالمبادئ وخايف على مستقبل الاقتصادي. عم تسأليني إذا كان امبارح قربوا بالأرقام، أنا قريت اليوم بالجرايد عم بيقولوا النهار، أنا عملت اتصالات بالليل مع الناس اللي متابعين، قالوا لي ما صار شيء، ما في تقارب. لقلك شو السبب، إنه اليوم هي كانت تحولتها الحكومة 1800 مليار، راحت على اللجان وصلوها لل 2800 مليار، رجعت اجت اللجنة اللي فيها رجعت نزلتها لل 1800. بالاتصالات يعني والوعود اللي نعطت بمجلس النواب رجعت طلعت لل 2200. قال الرئيس بري منشيل 10%، انا ما داخل بالاوديت تبع السلسله يعني، بس هاي معلومات يعني، قال لهم انه منشيل 10% من كل شيء، رجعنا لل 2000 مليار. الثابت حسب مصادر من اللي عم يتعاطوا بهي المساله هي، اللي ثابت انه الايرادات المؤكده هي 1330 مليار بس. مش مزبوط انه تقاربت الارقام، يعني عندك شيء 600 او 500 550 مليار ليره لبنانيه بعد هيدا قيمه العجز. اليوم وزير الماليه قدم مشروع موازنه، وهيدا شيء بيتهنى عليه على كل الاحوال، برافو انه يكون في عندنا موازنه بالاخر، بس فيه عجز 7700 مليار. اذا بدها تنضاف هيدا، نحن مع الانفاق اللي زياده ممكن يكون وصلنا ل 8500 مليار. اليوم وضع المالية العامة عم يتدهور، يعني إذا بدك تقيسي عادة كيف بيقيسوا بالعالم، قيمة العجز كنسبة من الناتج المحلي. بفرنسا من كم شهر لقوا أنه هني بعدوا كتير عن النورم الأوروبي اللي هو 3% كنسبة، يعني العجز كنسبة من الناتج المحلي. عملوا مشروع يعني هز فرنسا لتوفير 50 مليار يورو خلال السنوات الثلاثة اللي جاية لحتى يرجعوا 3%. أنا بس بدي أقول لك نحن هلأ بالموازنة اللي قدمها الوزير علي حسن خليل 11% من الناتج المحلي قيمة العجز، يعني كتير كبير، نعم. نحكي من الثلاثة للحداش، سنة الماضي كانت 9، صح. كل سنة عم يرجع بفترة من الفترات بعد 2008 تحسن أوضاع المالية العامة، يعني نزلت نسبة العجز من الناتج، نزلت نسبة الدين من الناتج، رجعنا للدهور 11% بموازنة الوزير الخليل المشروع اللي مقدمه. في حال بدهم يجوا يزيدوا يعني يكون في 500 مليار ليرة عجز، معنى ذلك بتعنا 13% من الناتج المحلي، كارثة رح تأثر كتير على سمعة لبنان، على تصنيف لبنان، وبدها تأثر يعني اليوم بالنهار مثلا بيقول النائب إبراهيم كنعان انه سابقا مثلا دفعوا 850 مليار كغلاء معيشي واحتسبت في الموازنه، ما يعني انا العجز تمكن من استيعاب نصف المبلغ من دون تاثير سلبي على الاقتصاد. يعني هلا منيح اللي هو الاستاذ كنعان ابراهيم كنعان اللي هو رئيس لجنه مال نيابيه، مش معه دفتر الشيكات تبع الدوله، لانه هو هيئته كريم يعني بيشيل وبيدفع. اليوم في حسابات عم نحكي نحن انه 7600 مليار، إذا بدك زيد سوقهم 500 ويرجع بيجي شيء إضافية، يعني مليار زيادة المالية العامة بلبنان ما بتقدر تتحمل هيدا الشيء، رح يأثر على مستوى المعيشة، رح يأثر على التضخم، أوكي رح يخلق مشكلة لمصرف لبنان يقدر يمكن يستوعبها، بس هذا مش حكي انه بالماضي صار واستوعبنا. في عندك ارقام، هلا حضرتك كمان عم تحكي من منطلق انت تعمل في القطاع المصرفي والى اخره، نعم. وهون يعني تحميل المسؤوليه انه في انه الرئيس السنيورة عم بيحميكم وعم بيدافع عن مصالحكم يمكن، وعن ما يسمون حيتان المال والى اخره، وبالتالي يمكن ما انك اكيد رح تكون مع اقرار السلسله يعني، وانت
تنتمي إلى هذه الفئة من المعارضين. يعني لا أنا على كل الأحوال لما بدي أحكي عن الإجراءات حتى الضريبية التي ستطال الفوائد. يعني معلش بس لحتى أبين شوي على موضوعيتي أو نعم. بالأحرى حياديتي بالموضوع. أنا ماني من أصحاب المصارف، أوكي، أنا رئيس مجلس إدارة بنك استثمار، يعني ماني من أصحاب المصارف. يعني أنا بدي أقول أنه الرئيس السديورة عم يحمينا في حال طالب بأنه يكون في توازن ما بين النفقات السلسة وبين إيراداتها، عم يحمي الاقتصاد اللبناني ككل، لأنه الأضرار ما بتلحق أصحاب المصارف ولا بتلحق المصارف، بتلحق الفقير قبل، لأنه البنك يمكن يضل بكل الظروف يلاقي مجال للشغل. يعني بيضل يلاقي مثلا أنه توظيفات، إذا كتر النقد بيجيب ودائع أكتر، بتزيد الودائع وبيوظف وبياخد الربح. مش هذا الموضوع، اللي بيكلها هو صاحب الدخل المحدود. فبالتالي هذه مبادئ سليمة بالاقتصاد. طب ما رح يكلها لصاحب الدخل المحدود إذا رفع 1% TVA؟ رح يكلها، يعني لأنه في يعني في يعني أمور ودراسات عملت. مثلا ما كتبته اليوم كمان إلي الفرزي للسفير، بيقول ما يسوقه المستقبل من عدالة ضريبية على القيمة المضافة وترتيبها أعباء على أغنياء أكثر من الفقراء، يعني في محاسبة بسيطة وبحسب بسيطة يمكن تبيان أن من يقبض $1,000 في الشهر على سبيل المثال يصرف منها نحو $800 على الاستهلاك المباشر، ما يعني أنه 80% من دخله ستطال الضريبة على القيمة المضافة. في المقابل من يعادل مدخوله الشهري نحو $10,000 يستهلك بين 20-30% على الاستهلاك المباشر، أي 20% فقط من مدخوله يطالوا الضريبة، وبالتالي يعني الفقير بده ينطال قبل ما يحكي أكثر. الأستاذ فرزلي بعشرة وخمسة عشر سنة أنا وغيري يعني كاتبين بأنه الضريبة على القيمة المضافة ليست عادلة. نعم. العدالة هي الضريبة على الدخل والضريبة التصاعدية على الدخل، هذه أعدل شيء. بس أنا بتصور أنه اليوم مش زمن تحقيق العدالة، يعني الوضع الظرف الاقتصادي ما بيسمح، يعني المؤسسات إذا بدك تيجي تقول أنا مع الزيادة على ضريبة الدخل، بس اليوم المؤسسات ما فيها تتحمل، في وضع اقتصادي سيء. مشان هيك احد الحلول بدل ما نزيد التفئة كتير هو انه التواضع بموضوع السلسلة، انه 121%. نعم. ومثل الشاطئ بتكون تقروها. امبارح كان عم يحكي رئيس رابطة الموظفين الدولة قطاع العام. شو كان عم بيقول؟ بتكون تقروا 121%، ممنوع زيادة الضرائب وممنوع تزيد ساعات العمل. طيب انت فكرك يعني هلأ جاي تعيش بنعيم، يعني انه الانسان اللبناني هلأ وقت انه يطالب يعيش بنعيم؟ ما كلياتنا عم نتقاسم اعباء الازمه. انا اليوم مع تسويه، يعني بدال اذا ما في مجال لزياده التفئه وما في مجال بالوقت الحاضر لزياده ضريبه الدخل، انا مع العداله الاجتماعيه عن طريق ضريبه الدخل التصاعديه، بس اذا ما في مجال نعملها اليوم بالظرف الحالي، في مؤسسات بتسكر، خلينا نتواضع ونعمل تسويه على ارقام السلسله. هيدي اللي بقوله. بس يعني تسوية شو بدها تكون؟ يعني انه تخفيض ارقام السلسلة عن جديد؟ اكيد، ليش لا؟ يعني اذا بيقبل هيئة التنسيق بتتخفض. طب هي لجنة اشتغلت وخفضت ورجعوا طلعوا لها اياها، يعني ما هي طلعتها، يعني هيدي هيدا الموضوع سياسي صار. انه طيب نعطيكم اكثر، في 6% في اسلاك مثلا، الاسلاك الامنيه يمكن اكثر ناس بيستاهلوا، يعني بالحقيقه انه حاطين بس برضه في تفاوت، يعني كمان بيصير يعني بين الاسلاك بين الامنيه وغيرها. ما قبلت يعني انه تدخل كثير بتفاصيل تكنيك السلسله او اوديت على السلسله. يعني عم نفترض عم نوصل انه يا اخي معكم حق، بس الدوله ما فيها تتحمل عجز اضافي لانه الوضع اساسا تعبان. ما بدي نتدخل نحن شو هذه قصة الست درجات. بس أنا مرة يعني أحد الخبراء اللي تابعوا بحكومة الرئيس مئاتي، نعم، اللي هي عملت هالمشروع كله السلسلة ورجعت بعدين طلعت لقيت أنه مشكل كبير، فرجيني بعض الأمور الغير منطقية. يعني بعدين أنا بدي أقول للقطاع العام، يعني القطاع العام أنا طلعت منه بالأساس، يعني القطاع العام أكيد في موظفين عم يتعبوا وبيشتغلوا وبيشقوا، وفي عسكر نحن مننام وهني بيسهروا لحتى يحموا الأمن. نعم. بس في ناس عبء على الدولة كمان، يعني خدي يعني قطاع التعليم الرسمي لبنان أدنى نسبة معلم لعدد الطلاب بالعالم،
لأنه هيدا مجال يعني للتنفيعات كمان. فبالتالي يعني أنه ياخدونا بحلمهم شوي يعني. في موظفين مخلصين كتير, في موظفين نضاف كتير ودي التانية ساحة, بس في كمان ناس عبء على الدولة. لازم الأمور تتدور الزوايا, لازم يصير في تسوية. إذا ما بتكون تقبلوا التفقة, طب ضريبة الدخل كمان غير, مش لأنه أنا بدفع ضريبة الدخل يعني أنه أنا بدفع ضريبة الدخل كموظف. بس لأنه ضريبة الدخل اليوم المؤسسات ما بتقدر تتحمل. في مؤسسات بتسكر منا بأحسن أوضاع, في مصانع ماشي على الحفة, أعباء الكهرباء وأعباء الضرائب. طب خدي مثلا هلأ قصة العراق, بتعرفي أنه الصناعة اللبنانية كتير اشتغلت على العراق. أنا بعرف صناعيين بيشتغلوا بس على العراق. مظبوط. هلأ العراق بده يتراجع في هلأ بده يتراجع والطرقات ما عادت سالكة. طب بتقولي له صاحب المصنع بدنا نزيد ضريبة الدخل. أنا مع زيادة ضريبة الدخل بتضاعف. هوني على سيرة العراق يعني هدد أستاذ نهمي محفوظ أنه لن نكون أقل جرأة يعني من ما يجري يعني حولنا. ما بعرف أنه يعني هو بدي يعمل اجتماعي أخطر. بدي يعمل مثل داعش ولا كيف يعني. لا نعم يعني عن خطورة الانفجار الاجتماعي كمان يعني أنه إذا ما أقروا لنا مطالب. شوفي هالبلد لقلنا كلنا, إذا واحد بده يحمل كبريتي ويولعه هو رح يحترق ونحن رح نحترق. البلد منه لفئة معينة, منه لحيتان المال. فأنا حيتان المال مع أنه نجرمهم لما بيكون الظرف منيح وإني قادرين أنه يدفعوا. بس هيدا حكي يعني التهديد. أنا سمعت يعني أنه مثل الشاطرين بدهم يقروا السلسلة من 3 أشهر, ما أقروا السلسلة. فمش كله بالتهديد بيمشي. أنا بعتقد أنه في ناس رح يقولوا لا, راح يضلوا يقولوا لا. أنعونا بأنه هذه السلسلة الأعباء اللي بترتبها متوازنة مع الإيرادات وخدوها. على كل حال بس بضل في أسئلة بعد بالسياسة, راح أرجع أطرحها بعد الفاصل الآلي. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد مع دكتور غسان العياش. يعني هل يعني لأنه اليوم بالمشكل السياسي عم نطرح أزمة نظام يعني, وهل أنه في ضرورة لكمان إعادة النظر في هذا النظام اللبناني السياسي, هل كمان في ضرورة لإعادة النظر بالنظام الاقتصادي دكتور عياش نتيجة يعني كمان هالوضع؟ هل في يمكن اليوم نحن أمام رؤيتين للاقتصاد تفترض انه في كمان نهجين اقتصاديين وفي ضرورة لإعادة طرح هذا السؤال؟ انا بعتقد انه على صعيد الدولي ما في ولا رؤية, مش انه رؤيتين يعني لا رؤية ولا اثنين ولا ثلاثة. هلأ تغيير النظام الاقتصادي لحتى نكون واضحين شو يعني, نحن اكيد اكيد بحاجة لبنان. نحن شو فينا نوصف اليوم نظامنا الاقتصادي؟ هلأ بنقدر نقول انه في حرية ولكن يشوب كتير من القيود على الحرية. نعم. بمعنى أنه من وجود احتكارات, من وجود إدارة عامة متدخلة يعني بتتدخل بعرقلة المشاريع. يعني نقدر نقول أنه نظام حر إلى حد ما فوضوي, بس اللي بينقصه ليبرالي كتير, بس اللي بينقصه هو وجود دولة تلعب دورة. أنه الدولة مؤهلة بلبنان بموجب القوانين أنه تلعب دور. يعني لازم الدولة يكون عندها خطة, يعني لازم يكون عندها خطة وبتنفذها سنويا من خلال السياسة المالية, من خلال الموازنات. مفروض الدولة تفكر دائما بجزء من شغلها للمستقبل. مش موجود. نعم. يعني بالتالي هل فينا نطرح اليوم هيدا السؤال انه نغير النصوص حتى بطاولة الحوار؟ ايه؟ انطرح يضاف الى المواضيع المطروحة قصة كمان الاقتصاد يعني انه المفروض يكون نحدد يعني ماذا نريد ماذا نريد نحن بالاقتصاد. بدنا اقتصاد نريد دولة يكون قادرة انه قسم تسير الاعمال يومية وقسم من شغلة يكون لبناء المستقبل عن طريق الاستثمارات. لازم ينعاد النظر بنظام لبنان الضريبي. انا بس بدي لي شغلة, اذا الكهرباء تنحل مشكلة الكهرباء والتهرب الضريبي بلبنان ما بيعود في عجز بالموازنة. في تهرب ضريبي. يجب اعادة النظر ب
تركيبة الضرائب ما بين ضرائب دخل وضرائب استهلاك. وهون أنا شو ما قالوا حيتان المال, أنا بقول لك أنه التفئة ما في مجال الاعتماد عليها كليا, يعني بالعكس لأنه منا عادلة كضريبة يعني. فإذا يجب البحث بموضوع نظامنا الضريبي بالإدارة الضريبية, وبعدين يعني تسهيل عمل المؤسسات. لازم نفكر كيف الطريقة مع شيء من الاستقرار الاقتصادي انه يعني نحفز غير اللبنانيين على الاستثمار بلبنان. بس بتعرفي بدي اقول لك شغله, يعني في كتير افكار على الموضوع الاصلاح الاقتصادي, بس انا بقول اول شيء الاصلاح الاقتصادي هو اصلاح امني. يعني بدك تعطي الامان للناس لحتى يصير فيها الازمه الاقتصاديه بلبنان ثلاث ارباع سياسي اليوم, بعد ما وصلنا للتكنيك الاقتصادي. لا. انه اذا كان الوضع مثل ما هو قائم والقوى السياسيه بعيده عن بعضها, تيجي تقول يا بعض عمول اصلاح اقتصادي ما بيطلع منه شيء, يعني ما في يعمل شيء. يعني اصلاح النظام الضريبي برايك هو المدخل يمكن لا مش لوحده يعني. لا اكيد مش لوحده, اصلاح النظام الضريبي هو احد المداخل. بس هو كمان يعني يقال من الوصفات الجاهزه من المؤسسات الدوليه, يعني اللي بتتعاطى بالشان اللبناني وبتصنف يعني الشان اللبناني الى اخره, صندوق النقد الى اخره. انه مش مركزه على الضرائب, يعني انا بقرا لهم تقاريرهم دائما, يعني انه الضرائب, انه اصلاح الضريبي هو بند من بنود الاصلاح. بس هدي بيفكروا مثلا انه اليوم توازن الموازنة, انه مفروض الموازنة موازنة كل سنة تحقق, مش بس توازن بالموازنة, يعني بمعنى التوازن الموازنة هذا شيء يعني خيالي منه مزبوط, بس يجب ان تحقق فائض في الميزان الاولي, الحساب الاولي للموازنة, يعني النفقات ناقص فوائد الدين العام. مفروض يكون فيها فائض لحتى تسكر قسم من الدين العام وما تكبر نسبة الدين العام من الناتج المحلي. بيركزوا كتير على أوضاع المالية العامة, بس أنه لقلك أنه هني بس هيدي المؤسسات حاطة الموضوع الضريبي, لا أنا ما بعتقد هيك. يعني الإصلاح الضريبي هو جزء من الإصلاح. بس يعني خلينا نحكي, حضرتك تشتغل بمجال يعني الاستثماري وإلى آخره, اليوم هيدا الوضع بلبنان بيهرب على الاستثمارات, ما بيجيب يعني مستثمرين. سياسي. نعم سياسي والاقتصادي, انا عم بحكي العام يعني, يعني لانه السياسي يعني صاروا مرتبطين ببعضهم الى حد ما. لا اذا كان في نوع من توافق, هلا متكلين على النفط مثل ما سمعنا الرئيس تمام سلام انه الغاز والنفط والى اخره, وهيدا بيفتح ابواب اكيد. هلا الرئيس تمام سلام عم بيقول بانه النفط رح يفتح مجالات للاستثمار الخارجي ولثروات محليه, والحكومة هيدي على طريق التمام مسلم يعني بيسكت وبيشتغل. بيكون في نتيجة هي لوحدها بتبين كمان, ما بيروح يستثمرها. بس اليوم في شغلة خطأ كتير كبير, أن يكون نحن منتدين ومنصرف على النفقات الجارية أنه بكرة جاي النفط. هذا النفط سروي بدنا نحافظ عليها, يعني أنه الانفاق الجاري يجب أن يغطى بالضريبة. أما بعدين لما بيكون في عنا نفط ما بيتخصص لكله على القليل مشان تسكير الدين العام. نعم. النفط نحن بدنا نستعمله مشان تطوير الثروة الوطنية بلبنان, ونقدر نسلمها شيء للأجيال المقبلة. كل جيل بده يعطي الجيل المقبل, انه ما بيجوز يعني انه نحن معتمدين على النفط لنسكر الدين العام. مفروض نسكر قسم كتير قليل من الدين العام. اكيد بس انه بيساعد وبصير عامل اذا بدنا في شيء عندك. لا بس يجي النفط بيخلق مجالات كثير, كيف يعني الذهب بمصرف لبنان هو كمان عامل استقرار يعني نعتبره يوم نقدي الدهب. وبالتالي اليوم النفط ايضا هو ذهب اخر. فينا نشبه الوضع. قال لي في مره كنا باحد شخصيات يعني السياسيه, قال لي اجتني معلومه انه صار الدين العام قد نص الذهب. يعني مستكبره, عم بحكي لك اخر الثمانينات يعني. هلا صار فوق ممكن مستكبره. قال لي بفصل واحد زايد الدين العام حوالي 12%, ما بعرف قد ايه تقريبا. هلا نحن يعني يمكن الذهب شيء 13 مليار, عندنا 10 ملايين اونصا, يمكن شيء 13 مليار. الدين العام بال 65 مليار يعني ما عاد الربع. بس وقتها كان انه كبر الرقم بشكل انه اصبح الدين العام قد نص احتياطي الذهب.
وين كنا وين صرنا على كل الأحوال هو معطل الذهب يعني لا يمكن استعماله، وهذا اللي سبب منطقي وجيه يعني، لأنه هو عامل ثقة رغم كل شيء صار بالبلد، بعده عامل الثقة أنه عنا احتياط ذهب. والله يرحم إلياس سركيس ويعطي الصحة لفريد رفايل وزير المالية، كان يعني اللي هني عملوا هالاحتياط المهم. صح صح صح. بآخر المعلومات يعني الواردة من مجلس النواب أنه الرئيس بري قرر إبقاء الجلسات التشريعية مفتوحة. يعني بعد الاتصالات ماشي لا هو يعني بدخول الرئيس بري مفروض أنه يوصل لتسوية. بس يمكن الرئيس بري كمان بالعلاقة المنيحة اللي عملها معه للجماعة مع هيئة التنسيق بعتقد أنه يعني أنه كان يعني إيجابي معه وودي، مفروض يقدر يقنعهم ببعض التنازلات لحتى نقدر نوصل. بس ما ترجمت بالكلام اللي سمعناه يعني. لا مبارح إلا بعد ما وصلوا مبارح قلت لك يعني كان الحديث 2000 مليار كلفة السلسلة و1330 مليار هي الموارد المؤكدة. نعم هلا صار في اقتراحات خلال البحث امبارح على انه تنزاد تعريفة الكهرباء والى اخره، في اشياء يعني في على الكماليات يعني كمان ضرائب على الكماليات التفاقات ترتفع 15% على الكماليات. ايه بس الكماليات يعني ما بتعمل شيء يعني، ما بدك هالارقام ما بيجي يعني واحد بيجي بيقول انه هيدا بند ايرادات حاطينه بيجيب هالقد، بس اذا كان ما جاب هالقد يعني النفقة محققة صح، ولكن الإيراد وعد مظبوط يعني حساب على الورقة. ايه اكيد فبالتالي حتى يعني رفع التعريف الكهرباء اذا مش على كل الشطور ما بتجيب المبلغ اللي كمان كان الرئيس بري متوقعه يعني انه نعم امبارح انحكى فيها هيدي قصة الكهرباء. على كل الاحوال انا المصادر اللي سألتها عم بيقولوا 1330 مليار مؤكدين، اما الامور الثانيه منها مؤكده، فبالتالي يعني ما حدا بيعرف. هذه المصادر مصادر قريبه من اي فريق لانه ابراهيم كنعان لا بشك لا بشك يعني لا مصادر ناس يعني خبراء اقتصاد، بتعرفي انت الوزراء والنواب وهيدا بيستعينوا بخبراء اقتصاديين. نعم. سألت خبير اقتصادي بيشتغل معهم يعني دي كل شيء ما حكيت مع حدا سياسي، واحد بيروح بيزاي بحدا يدعم له وجهة نظره. ايه؟ هلا بدنا نشوف رأي وزير المال تحديدا يعني شو، بس طبعا يعني أقل واحد يمكن عم بيحكي بهذا الموضوع اليوم أو عم بيقول، بس مع أنه مبارح يعني أوحى أنه الأرقام أصبحت متقاربة جدا جدا، وكان هو أكتر واحد نشر هالأجواء التفاؤلية بالمشان إقرار السلسلة. أنا بالليل حكيت مع الخبراء اللي عم يشتغلوا على الموضوع وقالوا لي أنه لا بعدها كتير بعيدة يعني، مشان هيك يتوقعوا أنه اليوم ما في جلسة طبعا. بس الموضوع ما لازم ياخد طابع انقسام 14 أدار و8 أدار، لأنه هو مش هيك يعني أول شيء التوازن الموازنة أو بالأحرى التوازن ما بين كلفة السلسة وما بين الإيرادات ما أنه موضوع بيتعلق ب 14 أدار ولا مصلحة من مصالحها، وبعتقد أنا 8 أدار منا بعيدة عن هالموضوع. إيه بس شو 8 أدار يعني إذا تحديدا أمل وحزب الله ماشيين مع الهيئة التنسيق يعني. طب أنت بتعتقدي أنه هني بوارد أمل وحزب الله يروحوا يعني يجمعوا أكترية نيابية وتقر سلسلة منهم متأكدين هني انه متوازنة؟ ما بعتقد انا ما بعتقد قلت لك انا الرئيس بس عم يلعبوها بالسياسة يعني لا سياسة سياسة يعني حكي. بس انه انا قلت لك الرئيس نبيه بري كنا نروح لعنده ايام مصرف لما كنا بحاكمية مصرف لبنان ونحكي نحن وياه يحكي بهاجس الليرة والحفاظ على النقد، لانه بدي اقول لك شيء الزعمة الشعبيين بيعرفوا تماما انه هيدا يعني الجوع مؤلم وهني بيتحملوا قسم كبير من هالازمه هيدي يعني انه وليد جنبلاط بالمختاره وببيروت بيشوف بالجمعه يمكن شي 1000 شخص، طب اذا جاعوا بصيروا 5000 عم يجوا بيشكوا له يعني. نحن المنيح بلبنان والزعامات عنا منا منفصله عن الواقع يعني انه عايشه مع العالم. الرئيس نبيه بري في الجنوب والبقاع اللي هن عندهم اساسا فقر تاريخي يعني، هو ساهم كتير بتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتنمي، بس هو اذا جاعوا هول ما هن بوجهه هو اول واحد بيشوفهم يعني. فاذا انا ما بعتقد 8 ادار امل وحزب الله بوارد يقروا سلسله لوحدهم
بدون ما يتأكدوا بأنه الإيرادات مؤمنة، بدون ما يزيدوا عجز الموازنة، وإلا كانوا يمكن يعملوها. يعني اليوم مثلا ليش ما بيجربوا يعملوها؟ يعني تأمين أكترية لحتى تقر ما عندهم اياها، ما كيف بده يأمنوا يعني؟ لانه كمان يبدو من المتشددين وليد جملاط بموضوع اقرار السلسله وعم بيقولوها، يعني هلا هن محملينها للرئيس السنيوره ولا تيار المستقبل. الرئيس السنيوره بطبعه جسمه لبيس بهذا الموضوع، ما بيهمه هو الشعبيه بهي القصه. هو بيقول اللي بقتنع فيه، خاصه بالموضوع. بس بيقولوا انه هو كمان صاحب برنامج، خليني اقول إيه؟ اصلاحي معين جمد بالعام 2007 هذا باريس 3 يمكن. يعني في اللي تقدم لباريس 3 برنامج فعلا هو اصلاحي شامل، بس الظروف السياسيه ما سمحت فيه. باريس 2 وباريس 3 كمان حتى يعني باريس 3 بصماته هو اكثر فيه، يعني الرئيس السنيوره نعم، وساعده الوزير جهاد أزعور. انا يعني قريته انه عجبني، يعني طبعا دائما فيك تعملي شيء احسن بلبنان يعني، بس انه هو برنامج شامل مش مقتصر على البنود المالية فقط. يعني منه مشروع فقط لإصلاح المالية العامة، مضطر إلى شبكات الأمان الاجتماعي كذلك. يعني بس انه هيدا هو كل شيء بدنا اياه بلبنان؟ لا أكيد بدنا أكتر، يعني بدنا أكتر. بعدين رئيس سنيورا أوكي، يعني انه هو ليبرالي بتفكيره، ما خص هيدي بهاي يعني. يمكن لو جدلنا معه أنا وياك نوصل لنقاط يعني نختلف عليها، انه هو ليبرال بيعتقد هو انه اذا ترك الاقتصاد حر والشغل ماشي بالاقتصاد يعني كل المجتمع بيستفيد، بس عنده مبادئ ما بيتنزل عنها. موضوع قصة انه تحميل الموازنة اعباء اضافية، هذا شيء منه وارد. هو كان اللافت يعني التباين بموضوع كمان درجات الست بينه وبين ست بيال الحريري، يعني أنا بيال الحريري اللي مصر على اعطاء درجات الست. ما رح ندخل بيناتهم هي لانه كانت وزير التربيه، لانه رئيسة لجنة التربية، رئيس يعني على تواصل مع المعلمين يعني. بس يعني سألتيني كمان وليد بيك يعني بموضوع السلسلة، يعني اليوم كمان شو هذا موقف سياسي؟ مصادره انه هن متشددين لانه مش انه موقف سياسي عم ياخذ، وشو بهمه يعني؟ بالعكس خلي العالم تاخذ، بس هو بيعرف انه هيدي كذبة على العالم. يعني هيدي كذبة بمعنى بنعطيكم بايد ليرة بناخذ خمس ليرات. فهو بعدين بيعرف انه نتيجتها الاجتماعية والنقدية كثير خطرة، مش من هالناحية، من هالناحية يعني مفروض تعرفي خلفيات الناس اللي عم يحكوا، مش مؤامرة على الشعب، بالعكس. بس مين هون بيستفيد يعني شعبيا أكتر؟ انه طالما في حدا قابل يتحمل مسؤولية الأداء اوكي بنحمله المسؤولية. الشخصيتين اللي ذكرتيهم ونحن بنستفيد شعبيا، الشخصيتين اللي ذكرتيهم يعني وليد بيك والرئيس سنيورا، انه ما فرقت معهم يعني، بمعنى انه شعبي. مش ناقصهم الا شعبيه، وانه ما بدهم يكذبوا على العالم. على كل حال احنا مبدئيا يعني انتهت حلقتنا بالوقت، نحن وياك دكتور غسان العيش، انا بشكرك لحضورك معنا.